أهلا ومرحبا بكم معنا مشاهدينا في فقرة التحليل الفني الأسبوعي التي تأتيكم دائما في مطلع تداولات الأسبوع للأسواق العالمية. كل الأسواق تترقب طبعا قرار الفيدرالي الأمريكي الذي من المنتظر أن يقوم من خلاله برفع أسعار الفائدة بمعدل 25 نقطة أساس، ولكن في هذه الأثناء طبعا تطغى على القنوات الاستثمارية عوامل كثيرة أخرى، على رأسها الحرب الأوكرانية الروسية وكذلك ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد من جديد التي ربما تخيم على الأسواق الآسيوية. نرحب في هذه الفقرة بضيفنا في الاستوديو السيد حبيب عقيقي كبير استراتيجي الأسواق في شركة تريد بيدي. أهلا ومرحبا بك معنا حبيب. دعنا نبدأ بداية بحركة اليورو وخاصة مع يعني تفاقم اليوم النزاع بين روسيا وأوكرانيا والضغط الذي لاحظناه في الآونة الأخيرة على اليورو. تفضل. رولا، بأحد ركائز التحليل الفني هي أنه حركة الأسعار بتعكس الأساسيات، وحاليا عم نشوف أداء اليورو عم يعكس بالفعل هذه الاضطرابات السياسية وعم يتأثر سلبا بكل التطورات السياسية اللي عم تحصل. عم نشوف انعكاس نمط يعرف بالدبل توب، انعكاس هبوطي خلق اتجاه هابط، استمر هذا الاتجاه الهابط لمنطقة 108. 108 للدولار هي منطقة دعم مهمة جدا لليورو، أدت لارتفاعات باتجاه 111 وعم نعاود الهبوط من جديد. لذلك السيناريو الأكثر ترجيحا هو اختراق منطقة 108-17 والذهاب باتجاه 166، طبعا إذا فضل الوضع السياسي كما هو. إذا حصل أي انفراج أو أي هدنة أو أي حل، رح نشهد ارتفاع واختراق منطقة 111-20 هو المفتاح يلي رح يفتح الطريق باتجاه 112-80. الذهب الكل يقول مع تسارع معدلات التضخم أصلا يعني اتخاذ الفدرال لقرار من أجل الدخول في سياسة تشديدية بسبب التضخم، مع ذلك شفنا كسر الألفي دولار للأونصة، فإلى أي حد أنت تعتقد أنه هو الفدرالي الذي سيحدد أيضا مسار الذهب الآن؟ عدة عوامل عم تأثر على الذهب، عوائد السندات، قرارات الفدرالي، ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة، قوة الدولار، كلها عوامل بتأثر على أداء الذهب، ولكن الاتجاه العام واضح. وصل الذهب إلى أعاد اختبار منطقة 2070 وحصل تصحيح كبير باتجاه منطقة 1960، وبالتالي منطقة 1960 ومنطقة 2010 هن النقاط المحورية يلي لازم نطلع عليهم وننتبه عليهم. أي ارتفاع فوق منطقة 2010 رح يؤدي لإعادة اختبار منطقة 2050، وإذا تفاقم الأزمة السياسية تفاقمت بشكل كتير كبير ممكن نشوف 2135. أما التراجع كسر خط الاتجاه الصاعد هيدا، كسر منطقة الدعم هون عند 1960، رح يودينا بتصحيح أعمق باتجاه 1920، وإذا صار في حل وانفراج الذهب سيتعرض لضغوط كبيرة باتجاه 1860-1820. بس أهم شيء نعرف هذا التوجه يكون قبل عيد الأم ولا لا، عشان اللي بده يشتري هلا ذهب ممكن تكون فرصة جيدة. ينعل على الجميع. طيب نذهب إلى الناسداك، وطبعا كنا قد لاحظنا أيضا كان في حركة تصحيحية واضحة لدينا في الجلسات الأخيرة، لكن لا أدري، الكل يقول بأنه إحنا الآن نتجه إلى يعني هي نقطة دعم قوية ولربما نتجه إلى ارتدادة تصحيحية. بالفعل المفتاح هو منطقة 13900، هذا الاتجاه الهابط أو خط الاتجاه الهابط، خط المقاومة. إذا تم اختراقه هون عند 13900 وتم اختراق القمة الأخيرة يلي تشكلت عند 14400، يعني رح نرجع نروح باتجاه ارتفاعات، ولكن كل هيدا التحسن بالسوق بيعتمد على التحسن بالوضع السياسي. إذا بقيت الحرب قائمة وتفاقمت أكثر، توقع أنه ممكن نرجع نشهد مزيد من التراجعات باتجاه 12200 على الناسداك. خلينا نشوف النفط أيضا، هو مرهون بحركة المخاوف من الإمدادات وغيرها، ووجدنا أنه كسر عنا 111 دولار للبرميل. رولا، النفط من قبل يعني قبل ما يتأزم الوضع السياسي، النفط كان عم ياخذ منحى صعودي بسبب زيادة الطلب العالمي وضعف بالإمدادات ودخل منطقة تشبع شراء، لكن الوضع السياسي أدى لمزيد من الارتفاعات وصار في ارتفاعات قوية جدا بشكل عمودي، وصلتنا إلى 1830. حصل عنا انعكاس دبل توب، كمان نمط انعكاسي واضح، نمط انعكاس هبوطي تحت 115 أدى للتراجعات باتجاه 183، وبالتالي عم نشوف استقرار للأسعار عند 183، ما يشير إلى إمكانية اختراق هيدا المستوى. طبعا
تراجع دون ال 183 رح يودينا باتجاه ال 97 ومن ثم ال 86 طبعا إذا صار في حل بالمشكلة السياسية، أما إذا تفاقم الوضع أكثر ممكن نرجع نختبر ال 115 وكحد أقصى بعتقد ال 123. أتوقع أنه ارتفاعات مستويات قياسية جديدة رح تكون صعبة على النفط لأنه تم تسعير الأسوأ. زوج يعني دولار، الكل أيضا يقول أنه حتى اليوم شفنا النيكي كان يمكن استفاد شوي من تخفيف الحيازة اللي قليان على بعض من المحافظ. الدولار ين هو من أقوى الأزواج، يعني بآخر مرة كنا سوا حكيت أنه ممكن يوصل لل 118، اخترقنا منطقة ال 116-30 اللي هي كانت منطقة مقاومة قوية ووصلنا إلى منطقة ال 118 اللي هي منطقة مقاومة. أتوقع أنه ممكن نشهد تصحيح من عندها باتجاه ال 116-30-116، ولكن طالما الأسعار هي فوق خط الدعم هيدا سنتوجه مرة جديدة إلى ال 118 ومن بعدها الى ال 120 80 121. هول المستويات يمكن ببينوا انه هن مستويات عاليه، لكن هيدي المستويات كنا عند عام 2014 و2015 و2016، واتوقع انه الدولار ين عم يستفيد من قوه الدولار ومن ضعف الين ومن ارتفاع عوائد السندات العالميه مقارنه بالسندات اليابانيه. نعم، انا اشكرك واشكر تحليلك ايضا ضيفنا سيد حبيب عقيقي، وانت طبعا كبير استراتيجي الاسواق في تريد ميديا. شكرا. إذن مشاهدينا بهذا تكون فقرة التحليل الفني انتهت. فقط دائما CNBC عربية تنوه بأن هذه ليست توصيات بالشراء أو البيع، وإنما هي توقعات فنية لمدار التحرك خلال الأسابيع أو حتى هذا الأسبوع. شكرا للمتابعة.